العكوف الذي عكفته على العمل الفكري بعتبره من أهم القرارات التاريخية التي اتخذتها في حياتي. ولو أن لدينا 10، 20، 30، 40، 50، 100 مفكر في العالم الإسلامي كله عكفوا على العمل الفكري لتغير وجه الحياة الفكرية في واقعنا المعاصر. هنا في هذه القرية في صروة مركز قلين محافظة كفر الشيخ ولدت 1931، وهنا تحت هذه الشجرة شجرة الجميز على شاطئ هذا الفرع من فروع النيل بدأت حفظ القرآن وأنا في السادسة من عمري. أنا كنت نظري في ذلك التاريخ 6 على 6، عناية الاثنين، أقرأ إلى أن تتوه السطور في الصفحات أمام، يعني تختلط ببعض، فأستريح قليلا وأغمض عيني ثم أعاود القراءة من جديد. الغزو الفكري هو الذي يقتل مناعة الشخصية، استقلال الشخصية، يحول هذه الشعوب التي تم غزوها فكريا إلى موقع التبعية للغزاة. كل هذا جعلني أفردت العديد من الكتب لمواجهة الفكر التغريبي وللرد على الغلاة العلمانيين. في أوائل التسعينيات قلت لوزير الأوقاف يومها: يا دكتور، هو الرئيس بيسمع بودن واحدة؟ مش في علماء للمسلمين ممكن الرئيس يسمع لهم؟ قال لي: أنا هقدم اقتراح. وأخبرني أنه قدم اقتراح بخمسة يقابلون الرئيس. فات مدة طويلة سألته: إيه أخبار اقتراحك؟ قال لي بعظمة لسانه زي ما بيقولوا: يا دكتور، عايز أقول لك الرئيس مش عايز يسمع كلمة الإسلام. إنما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي. كذوبة يقع فيها حتى كثير من علماء الإسلام إن المرأة في الميراث على النصف من الرجل. هذا كذب. ليه؟ معايير التفاوت في الميراث في الإسلام، فلسفة الميراث، لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق. المتوفى لما بيتوفى ويترك بنت وأم وأب، البنت بتاخد النص والأم بتاخد التم. طب ما هي دي أنثى ودي أنثى، الأب بياخد أقل من البنت. ممكن اعتباره كاسحة من كاسحات الألغام أمام الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية، فهو شديد البأس على أعداء الإسلام، على العلمانيين الاستئصاليين،